السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نتعلم نحن وياكم أغنية عيون القلب للسيدة نجاة الصغيرة. الأغنية من مقام البياتي. رح نتعلم المقدمة الموسيقية ولازمة الغناء، ورح نتعلم كمان الكوبليه الأول بالأغنية لأنه بتتلخبط الدنيا، بصير في عنا دو دييز، بصير في عنا مي طبيعي، بصير في عنا أحيانا لا بيمول، مقام تاني، وفي ناس كتير تلخبط بعزفه وما بتعرف شو تحويلاته. مشان هيك رح نتعلم هالاشياء ثلاثة. نبدأ بمقدمة الأغنية، بتقول مقدمة على الفالت، معنى إيقاعي، نشرحها جزء جزء. ري ري مي مي فا فا صول صول للا صول صول للا سي سي دو دو ري. طبعا السي نص بيمول. في عنا هون تفريدي بتقول من السي، طبعا هي تفريدي فرداش، رح نشرحها علامة علامة. سي دو ري سي لا دو لا صول سي صول فا لا فا مي فا صول فا مي فا. وبنرجع بنعيد مرة ثالثة. وبتبدأ المقدمة الإيقاعية، طبعا في فاصل إيقاعي. بعدين بتقول بتبلش من السي بيمول، سي صول فا لا فا مي صول مي ري فا مي ري مي فا مي ري. فاصل. بنعيدها. كمان فاصل. بيعيدوها 4 مرات. فينا نستعيد عن الفاصل. ري ري مي فا مي فا صول فا صول لا صول لا سي لا سي دو سي دو ري دو سي لا صول. طبعا بالرجوع السي بيمول. وبنرجع على الري حتى نبدأ بالغناء. عيون القلب، طبعا ممكن دوري حتى نبدأ بعيون القلب.
سهرانة. صل فا صل مي فا، ممكن ناخذ لازمي فا مي وفرداش على الري. ما بتنمشي لنا صحية مي فا 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 مي، ولا نايمة مي فا فا مي. بنرخي ايدنا على الري، ما بقدرش لازمي فاري. منعيدة مرة تاني ممكن بالإعادة ناخذ الحليب، نلمس الصول بيمول كمان بالإعادة. هاللازمي دو سي دو ري لنا صحية ممكن بالإعادة نوصل للدو، ولا نايمة كمان ناخد صول بيمول. إبات الليل ري لا لا فاصل، وناخد فاصل بالقرار ضربة وحدي لازمي دو ري. إبات سهران على رمشي فا صل لا صل فا مي فا دوري. نرجع منعيد إبات الليل ممكن بالإعادة لازمي فا مي ري. شايفين عم نحط له شوية حليات، وانا رمشي مدى النوم لا لا صل فا صل صل فا فا ميري لا، وهو عيونه بتشبع نوم نفس الجملة من عيدة مرتين. ونرخي ايدنا على الري، روح يا نوم دو للا صل صل فا من عين حبيبي فا صل لا سي لا صل فا روح لا فا نعم.
نبدأ بموسيقى الكوبليه. طبعا هون بيتغير عنا المقام، بصير عنا نهاوند على الري، نهاوند على الري. طبعا عنا ري مي طبيعي، فا طبيعي، سول طبيعي، لا طبيعي، سي بيمول، دو دييز، ري طبيعي، ومي طبيعي. يعني إذا بدنا نتابع، طبعا هو للري، ري دو دييز سي بيمول لا سول فا مي ري. طبعا عنا ظهير المقام دو دييز. الموسيقى بتقول نشرحها. دو ري مي فا صول مي فا ري مي دو ري، دو ري مي فا صول مي فا ري مي دو ري. نعيد أربع مرات. حبيبي حبيبي ريلا صل صل لا فا فا مي ري. حبيبي من حبيبي ريلا لا 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 سي صل. عنا لازمي صل فا مي. عليه أحلى ابتسامة. مي صول 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 لا صول فا. لما بتضحك عيونه لما يسلم عليا لا ري لا ري لا سي لا صول. ولا يقول لي كلام صول دو صول دو صول فا صول لا. عايزاه ورا كل كلمة أقول له يا سلام
سلام. فا مي ري 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 مي ري 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 مي ري 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 مي لا. بنرجع منعيد. حتى نقول دقلي في يوم نري ريلا دقلي في يوم. رجعنا على بيات الري ريلا لا لا صل صل فا يا حبيبتي لا 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 صل فا مي فا خذي القمر مي فا لا صل بعدين دوري ممكن الدوري بضربة وحدي ورحتي معاه ري لا 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 صل صل فا ومداني إلا السهر ومنعيدها مرتين ونرجع وانا رمشي مدى النوم طبعا بدي اقول شغلي انه بالنوطة وبتعليم النوطة ما في شيء اسمه حرفة يعني مبرمج للعازف انه يعزف على النوطة بشكل حرفي. النوطة ممكن يدخلها حليات ممكن يدخلها حشوات ممكن العلامة نقسمها لعلامتين او العلامتين نعملهم علامة ممكن علامتين نعملهم تريولي. العازف ما بصير يكون آلي عم تعزف. العازف هو احساس هو حالة هو رؤية لهاللحن لهالاغنية. المهم يحافظ على اللحن الأساسي والإضافات يلي بتجمل اللحن. هذه ما اسمها خروج على النوطة بالعكس هذه اسمها تحليات للأغنية نغم حلو عم نضيفه للنوطة. ما في عازف بيعزف النوطة بشكل حرفي ما في عازف بيعزف بشكل حرفي. كل عازف له أسلوبه له حالته له إحساسه بالأغنية أو باللحن. هذا الشيء لازم تفهموه لأنه الموسيقى فهم منا حفظ في يعني خطوط أساسية للحن لازم نلتزم فيها وأكيد بدنا نضيف لها أسلوبنا بدنا نضيف لها ريشتنا بدنا نضيف لها الحالة يلي بتناسب المقام. هيك منكون شرحنا المقدمة ولازمة الغناء والمقطع الأول من الأغنية. لهون نتوقف. بتمنى يكون الشرح واضح. حاولوا تعزفوها وتضيفوا لها هالحليات يلي بتخلي عزفكم أجمل. ما تنسوا الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو لايك
بشوفكم بفيديوهات قريبة. السلام عليكم ورحمة الله.